زواني رئيس الفرقة السياحية ولاية أمن مراكش. أولا سنة سعيدة والصحة والسلامة وما تمنيتي إن شاء الله وجميع المغاربة، تنتمنوا من الله يرفع علينا هذا الوباء باش ترجع الحياة كما كانت من قبل. بالنسبة للمهام ديال الفرقة السياحية كباقي التشكيلات الأمنية ديال ولاية أمن مراكش، نفيد الاستراتيجية العامة ديال المديرية العامة للأمن الوطني وكذلك تعليمات القيادية المحلية ديال السيد ولي الأمن ونائب ولي الأمن. الفرقة السياحية كباقي التشكيلات الأمنية مهام ديالنا هي الضبط ديال الشارع العام، السهر على التأمين ديال المواطنين والسلامة ديالهم والحرص على الحفاظ على الممتلكات ديالهم والحضور الفعال ديال الدوريات الفرقة السياحية بالشارع العام من أجل تأمين ديال الساحات العمومية والفضاءات العمومية اللي تتعرف واحد الإقبال ملحوظ خلال نهاية ديال السنة، خصوصا الساحة ديال جمع الفناء والممرات ديال المدينة القديمة وكذلك لي غرون سورفاس المركبات التجاريه اللي تتعرف واحد الاقبال. الفرقه السياحيه كباقي التشكيلات الامنيه راه عندها واحد التواجد ميداني ومتحرك بالتنسيق مع باقي التشكيلات الامنيه وتحت الاشراف ديال القياده المحليه وكذلك بالتوجيه من قاعه القياده والتنسيق من اجل التدخل في الحين اذا اقتضى الامر التدخل ديالنا في الميدان. وكذلك المهمه الثانيه هي الضبط ديال مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بداية من الساعة 23-30 دقيقة والحظر الليلي بداية من منتصف الليل إلا في الحالات المبررة لأسباب صحية أو أسباب مهنية. في بعض المواطنين اللي عندهم التنقلات بحكم العمل ديالهم ولا بحكم المهن ديالهم نراه في إطار تطبيق القانون، والحالات اللي تتكون غير مبررة وغير تتخذ فيها إجراءات قانونية اللي هي جاري بها العمل. وكذلك تنتمنوا من الله تدوز نهاية السنة في ظروف عادية إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.